ليه مش السلطان؟ تنقل بين أرقى الفرق الأوروبية، تصريحاته الخالدة شخصيته القيادية وحش بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أشهر لاعب في بلده صنع له تمثالا، فنياته لا تقلد. لماذا لا يكون هو أفضل لاعب في العالم؟ حان دوره. إذا ربحت مانشستر يونايتد الشامبيونز ليج فهو دورك يا سلطان، فلتنهي مسيرتك بلقب أفضل لاعب في العالم. نعم.